قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن خروج السودان من عزلته الدولية ورفع اسمه من قائمة الإرهاب وتحقيق السلام المستدام يشكل أكبر تحديات المرحلة الانتقالية. واستعرض لدى مخاطبته الجالية السودانية ببروكسل الملامح الرئيسية لبرنامج الفترة الانتقالية الرامي لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام ووقف معاناة المواطنين بمعسكرات النزوح واللجوء. وأضاف حمدوك أن معالجة الأزمة الاقتصادية تشكل الأولوية الثانية للحكومة، مبينا أن النظام الاقتصادي إذا تمت إدارته بحكمة ودراية يمكن تجاوز الأزمة. وأكد حمدوك تبني حكومته انتهاج سياسة خارجية متوازنة. الدور اللي لعبته حركات الكفاح المسلح في الصراع ضد النظام البائد دور رئيسي ومحوري. عندما نتفاوض مع قيادات الكفاح المسلح نحن ما بنتفاوض مع الآخر المختلف، نتفاوض مع بعض ومتفقين تماما على تحقيق السلام. الخلاف الوحيد انه نحققه بسرعه او بطريقه اسرع، يعني ما فيش خلاف حول اصلا ذلك الهدف. زيارتنا الاسبوع الفات كانت للفاشر فاشر ابو زكريا، ويسنش طبعا تكونوا تابعتوا القصة قميص حمدوك وكل القضايا الهدف الاساسي. احنا ماشيين هناك عشان نلاقي اخواتنا واخواننا في معسكرات النزوح، كان لازم يعني يكون قريبين اليوم. لكن حقيقي طبعا من ما هم قعدوا في هذه المعسكرات كانت لاول مره تجيهم زياره من المركز من زول مسؤول في الحكومة. ولفت حمدوك إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة بناء الخدمة المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى إعطاء الصحة والتعليم وبناء القدرات أولوية قصوى بجانب الاهتمام بقضايا الشباب والبطالة وخلق مناخ لعودة الشباب من المهاجر المختلفة للمساهمة في بناء الوطن. أولويات الأخرى متمثلة في إحنا وضعنا في برنامجنا أولوية قصوى للصحة والتعليم وبناء القدرات البشرية. ما في شعب بيتطور بدون ما ينجز هذه المسألة، تظل أولوية قصوى. أيضا الاهتمام بقضايا الشباب والبطالة، ونحن حقيقة عايزين نخلق مناخ يساعد في أنه شبابنا في المهاجر يكون شاعر بانه في مستقبل في باك هوم ويرجع عشان يبنيها. بنفس الغدر الشباب في السودان اليوم ما ياخذوا الجيرنيز الفيري دينجرس اكروس الميديترينيان ومسائل اخرى، لانهم يقعدوا نخلق مناخ يخليهم يشعروا انه هذا السودان يستحق انه يقعدوا فيه ويبنوه. لكن طبعا ده ما بيحصل بالامانه، لازم نخلق ذلك المناخ.